لسه بعت لي رساله. ما محدش فينا ساكن فيها للاخر، كلنا رايحين. مفيش حاجه اسمها خساره، حتى الخساره بيزنس. انتوا ايه حورتونا الارقام؟ لا محترمنا لا ميتين ولا عايشين. هنسكن ازاي بس؟ ده انت الحاجة الحلوة في حياتي، انت الصورة الملونة في السواد اللي انا عايشة فيه ده. ممكن شكلك مش بطل. ركز معايا بقى يا ابو علي، الصندوق ده فيه شحنه اوليه للمعدات اللي جايه من الشركه الالمانيه. تمام. عايزك تتمم عليها، تعمل لي جرد، مش هقول لك تعمل تقرير. يعني اعمل لي لسته كده مبدئيه، اكتب لي فيها العدد المطلوب من كل قطعه عشان نطبقها باللي وصل. تمام؟ تمام. اتفضل. بس لا مؤاخذه في السؤال، يعني هو مش في توكيل مصر المفروض مسؤول عن الحاجات دي؟ يعني عشان لو طلع حاجه كده ولا كده مش ليك دعوه بالموضوع. في توكيل يا سيدي، بس اكرم بيه بيحب يبعت شحناته على مصر بنفسه علشان الجمارك وعشان يخرج. وبعدين انت بتسال كتير ليه؟ انت مش عايز تشتغل ولا ايه؟ لا عايز طبعا اشتغل. حكايه سهله ما فيهاش حاجه يعني. تمام. هتعرف ولا مش هتعرف؟ لا اعرف طبعا. هي فيها ايه يعني؟ بسيطه. بوظ يا باشمهندس. ثانية واحدة يا ابو علي. ايه يا حسن؟ في مشكلة ولا كله تمام؟ لا مفيش مشكلة يا باشمهندس، كله تمام. طب تمام، جهز لي لسه زي ما فهمتك وابعتها لي على المكتب. يلا يا باشا. طب معلش يا باشمهندس. معلش يعني انت نسيت ان انا راجل متعلم يعني ودارس الكلام ده كله، مش مجرد فن يعني. بعدين انا شايفني الحاجه اللي جوه في الصندوق دي ازاي اللي جايه في الليسته. شايف ان في فرق؟ طبعا في فرق، فرق كبير كمان. العينات مش هي المواصفات، حاجه تانية خالص. لو صدقنا عليها تبقى سرقه. سرقه؟ انا بلغ اكرم بيه هو يتصرف. يا باشا بص ايديك، انا مش ناقص اكرم باشا مش حاللني، مش عايز يسيبني في حالي، انا مش ناقص مشاكل. هقول لك على حاجه، انا مش معاكم. مش معانا ولا عليكم يا سيدي، اعمل اللي انتوا عايزينه بس بعيد عني. ماشي يا حسن، امشي انت دلوقتي. امشي، انا هتصرف. طب انا ماشي بقى يما. مش سلامه يا اخويا. مش عايزه حاجه مني؟ عايزك فالح يا عبد المعطي. ان شاء الله. طب مش هتساليني اذا كنت انا عايز حاجه منك؟ الكلسونين والفانيلي اهم قدامك على الحبل منشورين، مد ايدك خدهم وحطهم في شنطتك. وكمان كنت عايزاني اسافر من غير الكلسونين. طب فين الحضن الدافي والدعوه الحلوه؟ ما بلاش ادعي لك تاني، انت نسيت يا والي اخر مره دعيت لك لما قفشوك وجابوك في حديد. طب كنت توضي المره دي جايز شويه وابقى اقوم. طيب
مش هتحضنيني كده حضن الوداع قلتوا تاخدي ريحه القصنص من هدومي تفكرك بيي؟ لو النبي الريحه دي بتطبق على نفسي وبتخليني عايزه استنطق. خلينا كده من بعيد لبعيد. طب اسيبك تستنطقي براحتك بقى يا امه، انا ماشي. المرسى ابو العباس من يلبسه. ناديه انا قلقانه قوي على حسن. دي لو ما لقيتيش ما تبقيش ورد. يعني ايه يعني ماليش حق؟ لا شيخه تفائلوا بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه يا ورد. لو النبي بجد شوف مين اللي بيتكلم. انا ما لقيتش رجا من التشاؤم، قلت ما جرب البامبي يمكن. انتي وبامبي؟ اه بامبي يا ورد. بامبي عامل ايه معاكي بقى ان شاء الله؟ كويس. عارفة أنا مرة قريت في كتاب اسمه، والله ما أنا فاكرة اسمه إيه، المهم يعني كان في واحد جاي ينسخه عندنا في المكتب، وبعدين قريت الكتاب ده بيقول إيه بقى؟ إن زمان كان البني آدم أصله إيه؟ بدراعين، لأ بأربع رجلين، وأربع إيدين وبراسين، راس ست وراس راجل. وبعدين؟ وبعدين انفصلوا عن بعض، ومن يومها كل واحد عمال يدور على نصه التاني. حلوة أوي الحديثة دي يا ولد. يعني انا اخري هيبقى واحد براسين تتجوزني على مراته؟ يعني انت بتتريقي؟ يعني لعلمك بقى انا واثقه في الحكايه دي ومتاكده ان ربنا خلق لي حسن وهو ده نص التاني، وان شاء الله كده ربنا يكرمك انت كمان وتلاقي نصك التاني. ربنا يكملك بعقلك يا ورد ويرجع لك حسن بالسلامه قادر يا كريم، لحسن غيابه بقى ياثر على دماغك. والله لطيفه قوي، لطيفه بجد. انت بقى بسلامتك بقيت المتحدث الاعلامي للمستشفى. انا ما بقتش اي حاجه غير مهنتي. مهنتك ومهنتك يا دكتور تسمح لك انك توزع اتهامات باطله على المستشفى وعلى زمايلك وعلى الوزاره؟ ايه مفيش حد عاجبك؟ انت شايف اللي انا قلته اتهامات باطله؟ طبعا اتهامات باطله وكذب كمان. انا كنت ناوي اوديك للتحقيق بس رأفت بمستقبلك مش هوديك شرط انك تعتذر لزمايلك. زمايلي؟ زمايلي اللي نصهم هرب من المسؤوليه وساب المصابين يموتوا. والله قصدك يا دكتور الممرضين اللي ما يدوش عيان قطنه الا لما ياخدوا حقها. بطل بقى الشغل اللي انت بتعمله ده، انت فاكر نفسك ايه؟ انت الدكتور الشريف الوحيد وسط غابه من المجرمين عايزين يموتوا العيانين؟ لا فوق بقى، المستشفى كويسه وما فيهاش اي حاجه، والحكومه بتدينا كل امكانياتنا، واي حاجه بتحصل دي قضاء وقدر. قضاء وقدر؟ ايوه قضاء وقدر. لو مش عاجبك الشغل في المستشفى أو المرضى مش عايزين يتعالجوا في المستشفى بتاعت الحكومة يتفضلوا بره، في 1000 مستشفى خاص بره. زي مستشفى حضرتك. اتفضل اطلع بره. اطلع بره. مالك يا رشيد يا أخوي؟ قالوا لي النهارده إنك تعبت ووقعت في المينا. ضغط عالي شوية يا أمينة. بقول لك إيه؟ البت نادية فين؟ نايمة، نايمة زي القتيلة، غلطة صحي فيها عشان تاكل لقمة مفيش فايدة. ما تضغطيش على البت، الشقة بيعجز صاحبه بدري والبت لسه عضمها طري. انت لو تعرف يا رشيدي انا لساني اتدلدل معاها عشان تريح نفسها شوية مفيش فايدة. طالعة دماغها ناشفة زي ابوها. هروح احضر لك لقمة تاكلها. لا 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 انا ماليش نفس، الاكل من غير العيال ملوش نفس. تصدق فكرتني؟ الواد حسن طلبني في التليفون قال لي ياما انا نفسي في الليمون المخلل، هروح اعمل لك لقمه وجنبها شويه ليمون مخلل تاكل صوابعك ورا. رشيد رشيد ده يا بنت يا ورد من ساعة ما دخلتي على ابوكي الرشيدي بقى زي الحصان. ربنا يخليه لنا. يلا قومي لعم عاصي تغني. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي جابك يا حاج؟ ألف سلام عليك. الله يسلمك يا ابني. بس مفيش حاجة يا ابني ما تخافش. كده برضه أمينة تجيب الواد على ملا وشه. يعني إيه يعني إيه؟ أعرف إن أنت تعبان وما أجيش أشوفك إزاي يعني؟ يا ابني مفيش حاجة. أنا كويس أهو الحمد لله.
كده يا حاج؟ تستغنى عني برضه؟ يعني اغيب عنك تقع مين اللي هيشيلك يعني مش ابنك؟ يا حبيبي بس ابوك ما رضيش ياخدك عشان ما تفضلش واخد السكه ايه يا سرايح جاي. ايوه بعدين يعني الشغلانه لسه جديده واحنا بنقول يا هادي يا رب. برأي يا بابا هو يعني ينفع يتاخر عليك؟ اي دي البت يا دي البت انا عرفت مين بقى اللي قال بقى. طبعا اهي اهي حاضر. اخس عليك كده برضه يا ورد تيجي منك انت. وبعدين يا ابني الدكتور قال مفيش حاجه شويه تعب وهيروح لحاله. شويه تعب ايه؟ شويه تعب هيهدوا جبل زي الرشيدي؟ طب طمنيني الدكتور قال ايه؟ اه يا ابني ما اعرف الدكتور قال ان ضغطه ارتفع مره واحده. طب بقول لك يا حاج. بقول لك ايه؟ ما تقولش حاجه خالص انا كويس والحمد لله. طب معلش هودني وتعالى روح المستشفى نشوف فيه. مفيش لا مستشفى ولا غيره انا هنا كويس قوي. ولا انت يعني معاك قرشين وعايز تبعزقهم؟ حوشهم يا اخويا القرشين دول ينفعوا. ايه يا بابا في ايه؟ حسن لازم يطمن عليك يعني ما فيهاش حاجه خالص. بقول لكم ايه؟ انا هنا مرتاح في فرشتي ومش هتعتع. وبعدين اتفضل يلا انت وايه خدوا بعضكم اطلعوا بره كلكم يلا انا عايز ارتاح. مبسوط يا سي حسن جبتك الحاله عمت امك. ما تشر عليك يا امونه ما تقوليش الكلام ده. بقول لك يا واد القرشين اللي معاك دول خد البيت ورد وروح فسحها وسيب لامك. ماشي الحكايه كده عادي تاخدونا بس على الفاضي يلا بص الله يسهل له نقطنا بسكاتك انت. مهما حصل سعادتك احنا رجالة البلد دي وما نتأخرش عنها ابدا. يا باشا يا باشا اي حد بيعرف يبني بس مش اي حد بيعرف يبني اللي ما يتهدش. نهد سعادتك نهد طالما في مصلحة البلد. يا باشا أنا تمام يا باشا تمام وزي الفل. لا أنا معايا شريك واحد مصري الباقي مجموعة من دول تانية. سعادتك التنفيذ والتعامل النهائي هيبقى معايا أنا ما تقلقش خالص. تشرفنا سعادتك في أي وقت. أوكي مع السلامة يا باشا مع السلامة. إيه؟ إيه؟ خيلتني دبانة؟ وبعدين ايه اللون ده؟ اكسكيوز مي اكسلانس فؤاد شكري بقاله شوية بره تحب ندخله ولا نفلسعه؟ خليه يدخل اكسلانس. اكرم باشا أكرم باشا. قعد يا فؤاد. أنا لقيت سيادتك ما بتسألش قلت خليها من ناحية المرة دي لكن ما تتعودش على كده. كل حاجة بتاخد وقتها حتى لو كانت حاجة تافهة زي دخان السيجار ده. أخبار شغلك إيه؟ سامع أخبار عظيمة عن شغلك مع البنداري. إيه؟ مالي مركزك؟ ولا الحكاية كبيرة عليك؟ إحنا كنا معتمدين على وجود سيادتك يا أكرم بيه قبل ما تخرج في اللحظة الأخيرة. لكن ما تقلقش أنت كأنك معانا وأكتر شوية. يا راجل. طب والله يا هايل. شربت حاجة ولا تحب أشربك؟ أكرم بيه بلاش نلف وندور نتكلم بصراحة أحسن. يا ريت ده أنا أتمنى. بس لما تبطل أنت لف ودوران من ورايا يبقى قولي وأنا ساعتها أسمح لك تتكلم بصراحة. أنا عارف إن حضرتك زعلان مني بسبب حتة الأرض إياها لكن والله لو أعلم إن عينك عليها أنا ما كنتش اشتريتها أصلاً. لكن لو عينك عليها برضه دلوقتي بعد كل اللي حصل ببساطة كده اطلبها وأنا مش هعزها عنك. بس بلاش الحرب الشرسة اللي حضرتك شننها عليا دي. إيه الشرسة؟ ده هزار يا فؤاد. هزار. شوف لما تحب تلعب في حاجة اللي أكبر منك
العب اجري بيها لف كام لفة اتدلع وماله، بس لما تتصور ان الحاجة دي ممكن تبقى بتاعتك لمجرد ان سبتك تلعب بيها شوية يبقى هضطر اجيبك واخدها منك واحبسك في البيت ما طلعكش منه ابدا الا لما تعقل وتبقى ولد مطيع. تفهم من كده انك عاوز تاخد الارض مني؟ وهاخدك معاها. معنى كده انك هتشاركني؟ ده يوم المونة ان انا اشتغل مع سيادتك. بيضحكني فؤاد، كوميدي بالنسبة لي. حبيبي انت فهمت غلط، انت مش هتشتغل معايا، انت هتشتغل عندي. ايه اللي انت عملته مع المدير ده؟ انا مش بلومك يا علي، هقول لك كلمتين تحطهم حلقة في ودنك، لو بتحب نفسك ما تعملش كده تاني. انت مش شايف؟ مش شايف ايه؟ تعلمني؟ أنا في المهنة دي وأنت قد كده. اسمع علي، هتصرخ هتتنطط هتقف على راسك، ما أنتش هتغير حاجة، هي كده. لا مش هي كده. مش هي كده يا أمشير. أنت مش شايف إيه اللي بيحصل؟ الكل بيقول قضاء وقدر، الإهمال المتعمد، والتفريط في أرواح الناس قضاء وقدر، حتى أخطائنا بنحملها على ربنا. والأستاذ الدكتور عايزني أعتذر لزمايلي، هي دي المشكلة، عشان مشاعرهم وأحاسيسهم الجياشة اتجرحت بسبب الجريمة اللي أنا عملتها. مالكش دعوة بزمايلك، اشتغل وانت ساكت. لا لا لا، ما يصحش، دول زمايلي، مش هشتغل وأنا ساكت. ولازم أعتذر يا دكتور. أنا آسف يا دكتورة. أنا آسف، حقك علي. يا دكاترة، يا أساتذة، يا دكاترة، أنا آسف. ورحمة أبويا وأمي، أنا آسف. يا دكاترة، أنا آسف. أنا الحمار، أنا الحمار، أنا الجزمة، أنا ابن 60، إني فكرتكم إن اللي راحوا دول بشر خف الزحمة. والله خف خف الزحمة. الأطفال أقول لكم حاجة تانية، أنا بتأسف نيابة عنهم، نيابة عن أرواحهم، نيابة عن ملائكة ربنا في الأرض اللي أنتوا قتلتوهم. آسف دكتور، حقكم عليا كلكم.
واخد الدوية نايم جمل. يا ربي بالشفاء يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا عبدور؟ الحمد لله. يا رب يا ساتر. تعالى عطيه اتفضل. يا رب يا ساتر. ازيك يا حسن؟ ازيك يا عطيه؟ طمني يا حسن، ابوك صحته ازايها دلوقتي؟ والله الحمد لله، الدكتور كتب له على ادويه وراح شويه يبقى زي الفل ان شاء الله. انت عارف ابويا بقى ما بيرحمش نفسه. ربنا يقومه بالسلامه. احنا بس جينا نعمله الواجب ونسلمه عليه بالمره. فيك الخير يا عطيه، اكنك عملت الواجب بزياده. بس ابويا دلوقتي تعبان ومريح شويه، معلش. الا الا كلامك بتقوله ده يا حسن، ده انا هعلم ربنا بعزه ابوك في قلبه قد ايه. يا جدع فيها، وانا قلت لك ايه؟ مش عاوزني ازوره، مش عاوز اشوف وشي، لسه شايل الحكايه القديمه ومش عايز ينساها يا حسن، صح؟ لا مش صح يا عطيه، ابويا ما بيشيلش لحد، كل حكايه ان هو تعبان، لما يصحى هيبقى زي الفل وهتقعد معاه براحتك يا سيدي. ماشي يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. شرفت عطيه. شرف بيك يا حسن. ربنا يطول لنا في عمرك يا كابتن. السلام عليكم. عليكم السلام. في ايه؟ مالك انت كمان؟ مش عارفه يا حسن، بس بقيت بخاف قوي لو الباب خبط بالليل، لو التليفون رن فجأة كده في وقت متأخر، لو اتصلت بيكم ما ردتش عليا على طول. أنا عارفة طبعاً إنتي بوخة مني إن أنا أقول لك حاجة زي دي عشان هتقلق عليا وأنا هنا يعني وأنت في مصر، بس والله يا حسن غصب عني أعمل إيه؟ هقول لمين يعني؟ يا ست قولي تقولي، وكلميني في أي وقت كمان. بعدين معلش، اللي إحنا فيه ده مش هيطول إن شاء الله. أول ما ألاقي مكان هنتجوز على طول. خلاص؟ وما تزنيش بقى زي عطية. بس عليك أنا زي عطية. بس قوليلي، أنتِ ليه حلوة كده النهاردة وأحلى من المرة اللي فاتت؟ الله يخليك، بس أنا يعني زي كل مرة مفيش حاجة. لما أنا أقولك إنك أحلى من المرة اللي فاتت تبقي أحلى، جمالك زايد. خلاص يبقى هتشوف. بحب كلامك، بحب طريقتك، شكلك، شعرك، بحب كل حاجة فيك. تعرفي ان انا بقالي سنين طويلة قوي عايش حياتي زي الروبوت، الانسان الالي يعني حياتي ماشية بشكل روتيني، حركة وسفر واجتماعات وشغل وبزنس وخناقات في البيت وخناقات في الشغل و... دوشة كبيرة أوي. طول عمري كنت بتمنى إن في حد يمدلي إيده ياخدني من الدوشة والقرف ده، يحن عليا، يطبطب عليا. نفسي أحس إني بحب. يا نورس مالك، رحت فين؟ رحت في ابويا يا خال. اشمعنى؟ عارف زمان مره هو شغال وقع على ايده صندوق، اخر اليوم اكتشفنا انه كان كل ده شغال ودراعه مكسور. عمره ما كان بيحب الرقده في السرير ولا القعده، مش عارف المره دي ماله ولا قلقان عليه قوي. يا حسن ابوك كبر وما بقاش زي زمان، الحديد بيصد يا حسن، في ايه؟ انا عشان كده عايز اطمن عليه.
يروح يكشف بس. ابوك دماغه ناشفه مش هيرضى، وبعدين يعني حتى لو خدت وروحت بيه مستشفى حكومه تفتكر هتطمن؟ اي حاجه خلو خلاص. اي حاجه دي يا حسن هيبقى مستشفى نظيف ومحتاجه فلوس، هتجيب فلوس منين؟ هتصرف او القرشين اللي محوشهم وهاخد سلفه من المصنع. يا سيدي اقول لك ايه، وفر فلوسك زي ما ابوك بيقول لك. اوفر فلوسي على مين؟ على ابويا يا دفن. كل الحكايه ان ابوك ضغط وطي شويه، حاجه كده زي البرد. ايه يعني ضغط وطي؟ هياكل حته جبنه قديمه ضغط وطي على تاني؟ وبعدين انت هتروح المصنع تقول لهم ادوني سلفه فاكرهم هيطبطبوا عليك؟ ابدا. هتسمع لك كلمتين ملهمش اي لازمه. وانت اشتغلت بايه يعني عشان تاخد عليه سلفه يا حسن؟ خلاص يا سيدي خلاص، مش هاخد من المصنع، اشوف اي حته تانيه. في حته تانيه؟ خلاص يا حسن بقول لك ايه، انت دماغك ناشفه زي ابوك، انت حر. طب ما تقعد بقى يا خال، انت رايح جاي ليه؟ ما انت عارف النهارده مفيش حركات قطارات. اهو قعدنا، خلينا قاعدين جنب بعض. تعرفي ان انا ما بحسش اني عايش غير مع اتنين بس، ابني مروان وانتي. انا ايوه انت يا ذكر، بحس ان انا ليا فيكي ازيد من اي حد. ايوه يعني بس احنا يعني ما شفناش بعض كتير يعني عشان صح تحس. صح انت بتكلمي صح، من الناحيه العمليه فعلا ان احنا ما تقابلناش كتير، ممكن اكون قابلتك اقل ما قابلت اي حد في الدنيا. بس لازم تعرفي حاجة، إن اللحظة اللي أنا بقعدها معاكي بيبقى عمرها سنة. شوفي أنت بقى كده هبقى عشت معاكي كام سنة؟ ذكرى، أنا عاوزك. عاوزك ليه؟ أنا زهقت من إن أنا كل مرة باجي بسرعة عشان أشوفك وأشوفك سعايا وبعدين أنت تروحي وبعدين أنا أروح و... ليه؟ أيوه يعني أنت أصلك يعني قصدك يعني تقول إيه أنا عايزك يعني عايزني إزاي؟ عايزني يعني إزاي يعني؟ لا إزاي دي بتاعتي أنا بقى، مالكيش أنت دعوة بيها. أنا عارف إن كل ده حصل في فترة صغيرة جدا، بس أنا كده يعني بفكر بسرعة وباخد قراراتي بسرعة. أنا عاوزك. طب يعني هو حضرتك مش شايف إن في فرق يعني كبير ما بيننا يعني و... مفيش فرق. لا حضرتك مش فاهمني يعني، أنت حاجة كبيرة قوي و... وأنا بنت. هي الحاجة الكبيرة قوي دي وقفت قدامك زي الطفل الصغير، فاهميني؟